التركيبة النفسية بتاعت الست من أروع ما يكون، إن الراجل الأحسن استغلالها. تخيلي إنك تمتلكي عربية أحدث موديل بس أنت ما تعرفيش تستخدميها إزاي. كذلك التعامل مع المرأة. يعني دايما بندرب الرجاله في الكورسز بتاعتنا او بنقول للناس دايما في المؤلفات او في الكتب اللي بننشرها ان انت ازاي تتعامل مع هذا الكيان وتستفيد منه. هتبقى في قمه السعاده وتعيش في جنه الدنيا فعلا لو قدرت تعرف ازاي تستفيد من الست، ازاي تتعامل معاها، ومش مش هتكلفك لا وقت ولا مجهود اكتر من اللي انت متخيله. بس اعرف المانيوال بتاعها تتصرف معاه ازاي. انت قصدك ان الراجل ما بيتعبش نفسه في التفكير ان هو يعرف ازاي يتعامل مع الست؟ بصي، سواء الراجل او الست او الشاب او الكبير، كل الناس كل المشاكل اللي بتظهر في حياتهم بتظهر لسبب من اتنين. اما نقص في المعلومات، هو ما عندوش معلومه عن الموقف ده او عن الشخص ده، او خطا في المعلومات، عنده معلومه خاطئه. الاتنين دول بيخلوه يفقد المتعه في حياته. هو بيؤدي بيه الى هو نتيجه واحده في الاخر، ان هو مش عارف يتعامل. برافو عليك. مش عارف اتعامل يعني بخسر، يعني بضيع فرص من ايدي. قمه المتعه ان انا ابقى شخص محبوب مقبول مرغوب من الطرف الثاني، ان انا اقدر اثر فيها وابقى مبسوط معاها وابقى عايش بيها. قمه التاثير فيها انها تبقى حاسه بيا وان انا ابقى مشغول كمان بامرها. ان انا اقدر اخليها هي توصل اللي هي عايزاه معايا مش ضدي. طب كل الكلام ده سهل الحصول عليه. التلات حاجات تاني انت قلت هتعدهم لنا، اللي هي الست محتاجاها من الراجل، اللي تمام. هي قليل من الحب والحاجات دي، وفي كده حاجه في الاخر هي المسؤوليه دي، عايزه اعرفها جدا. يعني بصي يا ستي، الكلام ده ريليتد بالرد على السؤالين اللي اتسالناهم من المتصلتين. ساره كانت اتكلمت عن انها مش قادره تستوعبه ومش قادره تفهم هو بيفكر ازاي وهو مش قادر يحتويها، وهي بتتجوز اصلا عشان تحتوى. يعني الانثى اصلا خلقت عشان تحتوى. الفطره بتاعت ربنا، فطره الله التي فطر الناس عليها، ان هي تكون انكلودنج الراجل، ان هي تكون جواه. لو هو ما قدرش يعمل ده يبقى هو ما قدرش يوصل انه يكون راجل، هو ستيل ذكر. تبقى دي مشكله. يعني دايما لما بنقابل مشكله في الفاميلي ثيرابي بنقول انت عملت ايه عشان تحتويها، مش تحتوي مشكلتها، تحتويها هي كشخص. احتويتها، اولا ما بقاش في مشاكل منها، ثانيا انت قدرت ان انت تحصل على كل اللي انت عايزه من خلالها.